أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم أعلام خالدون. وكما عودناكم في كل حلقة نكون في واحة موصلية خالدة، في واحة جديدة، في واحة علم من أعلام الموصل الخالدين. اليوم نحن في واحة الأدب، في واحة السينما، في واحة الشعر، في واحة المسرح، في واحة الإعلام والصحافة. اليوم علمنا الموصلي الخالد متعدد المواهب، شخصية لطالما أثارت جدلا كثيرا في الوسط الثقافي والأدبي في حياتي وبعد رحيلي. اليوم نحن مع الشاعر والروائي والمسرحي والفنان التشكيلي والإعلامي يوسف الصايغ، ومن منا ومن أجيالنا لا يعرف يوسف الصايغ وإبداعاته وما تركه من آثار أدبية وتشكيلية وإعلامية ومسرحية خالدة. يشاركني في هذه الحلقة ضيوف أعزاء، ضيوف أكاديميون متخصصون درسوا يوسف الصايغ واطلعوا على معظم كتاباته. يشاركني ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور سالم محمد ذنون، الشاعر والقاص والأديب والمثقف. شكرا جزيلا. فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور فارس. وأنت في واحتي. شكرا جزيلا. علم من أعلام الموصل. شكرا جزيلا. كما يشاركني ضيفي العزيز الشاعر والكاتب الساخر والناقد الساخر والقاص والتشكيلي الأستاذ الدكتور أحمد جار الله. وأنت متعدد المواهب كما هو يوسف الصايغ، وقد تكون أقرب يعني أقرب شخصية قد تكون لك شخصية يوسف الصايغ وأنت تطالعه. فأهلا وسهلا بك دكتور أحمد. أهلا دكتور. في هذه الواحة الخالدة من واحات أعلامنا الموصليين، نبدأ حديثنا مع دكتور سالم. دكتور سالم، أنا في البداية قلت أن شخصية يوسف الصايغ شخصية جدلية، من أين تبدأ سيرة يوسف الصايغ كي تثير هذا الجدل؟ شكرا جزيلا دكتور فارس رحاوي، وشكر موصول إلى كادر قناة الموصلية الفضائية على هذه الاستضافة للحديث عن شخصية جدلية تركت أثرا كبيرا في نفوس القراء المثقفين وغير المثقفين. الشاعر والأديب والكاتب والمسرحي والرسام يوسف الصايغ تظهر جدليته من خلال هذا التنوع. هو من مواليد مدينة الموصل عام 1933، اسمه يوسف نعوم داود الصايغ، من عائلة دينية مسيحية مشهورة في الموصل، لها صيتها الكبير في هذه المدينة، ونشأ هذه التنشئة الدينية. وربما مما لا يغفل عنه الكثيرون أن التنشئة الدينية التي طالما ما تكون ذات ضغوط كبيرة على الإنسان تؤدي إلى إخراج شخصية جدلية
هذه شخصية جدلية تتمرد على كل شيء، تتمرد على واقعها، تتمرد على معطياتها الاجتماعية السياسية، حتى تتمرد على نفسها، على ذاتها، بل وحتى تتمرد على أدبها. نعم. هذا الذي وجدناه عند يوسف الصائغ، هذه الشخصية الإشكالية التي تعد ضمن الجيل الوسطي الذي يأتي بعد جيل الرواد، بعد نازك الملائكة وبدر شاكر السيار، هذا الجيل الذي لا يقل أهمية عن جيل الرواد، بل ربما يعد هو واسطة العقد التي لملمت تشظي الأدب العراقي خصوصا والأدب العربي بصفة عامة. هذا التشظي ليس بمعنى البعثرة، بل تشظي جمالي، تشظي أدى إلى إيجابي. أن نعم إيجابي أكيد. نعم. هذا التشظي وهذا التنوع خلق لنا إبداع كبير على مستوى نتاجات يوسف الصائغ، بين الشعر اعترافات مالك بن الريب، بين المسرحيات اللعبة ودزدمونة وغيرها، بين الرواية، بين السيرة الاعتراف الأخير لمالك بن الريب. ونجد أن الإشكالية هذه تظهر أيضا من خلال شخصية يوسف الصائغ بالتقنع بشخصيات إشكالية في التاريخ العربي. نعم. يعني مالك بن الريب شخصية إشكالية. نعم. شخصية ذات معطى عجيب غريب في تاريخ الدولة العربية الإسلامية، لا سيما أنه نشأ في كنف خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. حتى كان يعرف بأنه فاتكا قويا صلبا شديدا لا يسيطر عليه أحد، كان متمردا على كل النواميس. وهذا التمرد منذ يعني إذا قلنا سنة 15 هجرية التي ولد فيها مالك بن الريب إلى القرن العشرين الذي أو 21 الذي توفي فيه يوسف الصائغ، هذه المدة الطويلة لم تثني شاعرا مثل يوسف الصائغ أن يتأثر بمالك بن الريب، على الرغم من المسافة الزمنية الطويلة، مع أنه من عائلة دينية وعمه نعم يعني المطران سليمان الصائغ، سليمان صاحب كتاب تاريخ الموصل، صحيح، إلا أن العقيدة الدينية لم أرى لها ذلك الأثر في أشعاره دكتور ولا حتى في كتاباته. الإنسان الشاعر هو إنسان قبل أن يكون شاعر. نعم. الصفة الإنسانية صفة لا يمتلكها الكثير من الناس، لأن هناك بشر هناك إنسان، ولا يمكن أن يكون كل من يتحلى بصفة البشرية التي تجمعنا جميعا أن يكون إنسانا. فقد تجد عالم دين ولكنه لا يتحلى بمعطيات إنسانية. تمام. قد يكون متجبرا ظالما، قد يكون متسلطا، في حين تجد إنسان يمتلك كل معاني الإنسانية. وهذه الصفات أقرب ما تكون عند الأدباء من إنسانيته، حتى إن هذه القضية قضية الدين ذابت عنده عندما أحب مسلمة فتزوجها بعد أن أسلم. نعم. أعلن إسلامه. لو أخذنا يوسف صائغ عذرا يعني حتى في مناخه السياسي، هو كان شيوعي. نعم. ثم أصبح بعد ذلك وسجن سجن كما تقول الرواية البعثي، ولكنه فيما بعد أصبح بعثيا. صح. وثم بعد ذلك وقبيل رحيله تنكر عن كل شيء. دكتور أنا أقول فإذا لا يوجد ثبات. أنت قلت يثير الجدل والقلق في نفس الوقت. تعرف لماذا دكتور؟ يعني نعم. يوسف الصائغ شخصية لا منتمية، هي لا تنتمي إلى حدود حزب معين، مصطلح يمكن ولا أن يطلق تنتمي عليه. ولا تنتمي حتى إلى حدود وطن معين. نعم. ولا تنتمي حتى إلى حدود مدينة. هو ينتمي إلى معطى كبير يسمى الإنسانية. نعم. فالذي يكون في دائرة الإنسانية يتمرد ويتقلب ويتثنى، وكذلك ربما ينقلب ألف
قلبه وقلبه ولا يستقر في النهاية. فيمكن أن نصف يوسف الصائغ بأنه اللامنتمي. وهناك يمكن كذلك يوسف الصائغ له صفة جميلة جدا، يعني حقيقة هو كالعنقاء التي تحترق فتولد ثانية من رمادها، وكطائر الفينيق الذي يمتلك ذات الصفة، نعم، يحترق فيولد من رماده. نعم، هذا يوسف الصائغ، وهذا هو المبدع. الإنسان لا ييأس أبدا إذا كان صاحب حساسية مفرطة، لا يمكن أن يتخلى عن إنسانيته، لا يمكن أن يتخلى عن نتاجه. لهذا من جميل الأدباء أن يفتخر بعمله حتى وإن كان هذا العمل غير مقبول لدى الآخرين. نعم، إذا كنت تبتغي في عملك الإبداعي أن ترضي الآخرين، فاعلم أنك ستكون في دائرة التراجع لا في دائرة التقدم. نعم، عليك أن تثق بعملك، أن تفتخر بما تكتب، أن تفتخر بما تقول. نعم، هذا هو السر نجاح يوسف الصائغ الذي يعد الآن مدرسة كبيرة نستقي منها ومن معينها تعلم الشعر والرواية والمسرح وحتى الرسم. وربما زميلي الدكتور أحمد أقرب إلى يوسف الصائغ من حيث هذا التنوع في الإبداع. نعم، فهو أيضا شاعر وروائي وقاص ورسام. نعم، فربما الدكتور أحمد وجد نفسه في يوسف الصائغ. نعم، ونحن دائما يعني حتى هو كما وجد يوسف الصائغ نفسه في مالك بن الريب، نحن أيضا سجل ملاحظة دكتور، نحن أيضا يعني أحمد نجد أنفسنا ما يقوله دكتور. نعم، سالم. نعم، عنك يعني هذه يعني، وبعدين نتناول أنا وأنت نشوف شلون يعني. هو دكتور كان اختيارك للدكتور أحمد يعني اختيار متميز، لأن هو يوسف الصائغ في هذا الزمان. نعم، وهذا ما أسعدني أني عندما قرأت يعني سيرة يوسف الصائغ أو واطلعت على رحلة يوسف الصائغ من الولادة إلى الوفاة، وجدت أن أقرب يعني أديب يكون يحتمل كل المواصفات عدا قضايا، هناك القضايا المبدأ أنا وأنت لربما نختلف أو نتفق عليها، لا، في أحمد جار الله وجدته بشكل آخر، لأنه من خلال كتاباته الساخرة وجدته. أكيد أكيد. نعم أكيد، لأن يوسف الصائغ في الاعتراف الأخير، يعني أنت لو تراجع حتى الأشعار اعترافات مالك بن الريب والاعتراف الأخير، هناك تشابك ما بين الاعترافين. وأنت كما قلت في البداية كان هو مالك بن الريب، فهذا التشابك أين وجدته؟ في الاعتراف الأخير واعترافات مالك. نعم، بن الريب. اعترافات مالك بن الريب هي مجموعة قصصية، مجموعة شعرية. نعم. نعم، أما الاعتراف الأخير لمالك بن الريب فهي السيرة الذاتية، وقعت في جزئين. نعم، فهي سيرته كتبها، لهذا سماها الاعتراف الأخير. بين الاعترافات الأولى، نعم، والاعتراف الأخير هناك مسافة كبيرة من التحول. نعم، التحول قد يكون تحول جذري. نعم، من الإيجاب إلى السلب أو من السلب إلى الإيجاب. وهذا الأمر الذي دفع بيوسف الصائغ أن يسمي سيرته الاعتراف الأخير، وكأنه يتنبأ برحيله عن هذه الدنيا عندما اعترف بكل ما موجود فيه. ليغلق الجدل أم ليثير الجدل فيها؟ لا، ليثير الجدل. ليثير الجدل. نعم، هو لا يغلق، الأديب لا يمكن أن يغلق. طيب، في اعترافه الأخير عندما يقول هذا الاعتراف الأخير، نعم، يعني ما وضع حد وقفل؟ لم يقفل، لأن الاعتراف الأخير قابل للتأويل، هاي واحد، وإن كان يتكئ على حقائق منطقية وتجارب حياتية. نعم، ساقها الكاتب في عمله هذا. القضية الأخرى، الاعتراف الأخير هو كشف عن المستور الذي لم يذكره في القصيدة أو في المجموعة الأولى التي كتبها، هي اعترافات مالك بن الريب. اعترافات مالك بن الريب كتبت على شكل نصوص شعرية، هذه النصوص الشعرية تعتمد على الإيحاء، لا يستطيع أن يتعامل معها إلا من كان ذو وعي مثقف، يستطيع أن
يغور في أعماق النص ليكتشف، أما الاعتراف الأخير فهو اعتراف مكشوف. نعم، الاعتراف المكشوف الواضح الذي قد تجد هناك نوع من التناقض بين الاعتراف الأول وبين الاعتراف الأخير، ولكنه ليس تناقضا. نعم، لا يمكن أن يكون تناقض. الكاتب لا يناقض نفسه بقدر ما في النهايات يقول هذه النهاية، سأكشف عن كل شيء، أنا راحل سأكشف عن كل شيء. في كشفي هذا وجدت أن كثير من التناقضات، أنا كقارئ لهذا وجدت التناقضات التي ما يعني تقول عنها أنت تثير الجدل، ولكنه اعترف بها. هذا التناقض، هذا التحول، هذا يعني عدم الثبات على شيء، تارة تقول كان هو مجبر، تارة تقول كان هو محبا للحياة يريد أن يعيش، فمن أي باب هذا التناقض؟ نعم دكتور فارس، أنا لا يمكن أن أطلق على هذا الشيء تناقضا. نعم، الإنسان كما قلت لك الحساس اللي هو الأديب هو متمرد، حاله حال الأدب، يعني هو تمرد وتغير، هو تمرد ولكنه ليس تناقض. أنت بصفتك قارئا قد تجد تناقضا في هذا الأمر. نعم، ولكن أنا بصفتي إنسانا لا أجد تناقض، لأن الإنسان معرض إلى التحول، معرض إلى تغير الرؤية. أنا عندما كنت في سن 20 رؤيتي تختلف عندما تكون سني في 40. أكيد، يعني 20 سنة تضيف على خبرتي 20 سنة أخرى، وكلما ازدادت الخبرة كلما اتسعت الرؤية، وكلما اتسعت الرؤية كلما تغيرت المعطيات التي أنت كنت تؤمن بها. وكل شيء في هذا الكون هو قابل للتحول إلا سنن الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة. نعم، لأن الله يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما نحن كبشر، أنا الآن تجدني أنضوي تحت خيمة معينة، نعم، بعد حين سأتحول إلى خيمة أخرى. الكثير الكثير، والآن أنت تجد هذا الأمر. نعم، على مستوى، نعم، السياسة مثلا. نعم نعم، الآن أنا أنضوي تحت حزب في بين يوم وليلة وضحى، أنت أنضوي تحت حزب أخر. أكيد، نعم، هناك من الشخصيات السياسية. دكتور فارس، يعني يمكن عندي ملاحظة على قضية الاعتراف. نعم، عند يوسف الصايغ قبل ما يعني نتجاوزها، فكرة الاعترافات ذات صلة بالمرجعية الدينية عند يوسف الصايغ في الديانة المسيحية. صحيح، نعم، قضية الاعتراف وهذا الجليل تعطي الإنسان أريد أن فرصة. نعم، للتطهير. نعم، للتطهير النفسي والروحي والمعنوي. فيوسف الصايغ كثير من آثار هذه المرجعيات الدينية في عناوينه، في رؤيته. ففكرة الاعتراف الإلحاح عليها من يوسف الصايغ كان ذا صلة بهذا المرجع. صح، الديني. نعم، والاعتراف ما بالضرورة يكون عن أشياء إيجابية، ربما أشياء على الأغلب تكون ذات صفة سلبية أو جارحة، أو ربما ما يتقبلها المجتمع، أو ربما فيها نوع من الندم في اعترافات بالأخطاء، وهذه موجودة عند يوسف الصايغ. نعم، في هذه السيرة، وفي حتى في سيرة الكتاب السيري الأخير الذي صدر عنه أيضا فيه كثير من هذه الاعترافات. نعم نعم، شكرا. قبل أن نستكمل الحديث أستمحكم عذرا، لدينا فاصل قصير ونعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. دكتور أحمد، كنت أنت تتحدث عن المرجعيات. نعم، والاعتراف. نعم، في سيرتي الأخيرة، يعني أعتقد دكتور قيس كاظم الجنابي حقق هذا. نعم، أثارت إشكاليات كثيرة. نعم، هذه السيرة.
السيرة إذا كان في الاعتراف الأخير أو هذه المخطوطة التي حققت، يوسف الصائغ أثار جدلا كثيرا. نعم. أنا أقول تناقض، دكتور سالم يقول لا تناقض، تغير تقلب إلى آخره، تجديد بالفكر، يعني المواقف تتطلب كذا إلى آخره، صحوة يمكن أن تكون من موقف إلى موقف آخر. أنت درست يوسف الصائغ وما شاء الله يعني قرأت وفيك من ملامح المواهب التي يمتلكها، أين تقف من فنه الأدبي والأكاديمي؟ لأنه كما تعرف أن فن الأكاديمي في رسالته الماجستير حول الشعر العراقي. نعم، أتفق معكم دكتور فارس ومع دكتور سالم زميلي العزيز بأن هذا الرجل المبدع يوسف الصائغ رجل أو شاعر إشكالي ويثير الجدل، وهو من صنف الشعراء الذين ربما صنعت حياتهم شبه الشعرية بانزياحاتها وبما فيها من تناقضات ومن دراما، جانبا من الشهرة أو سلطت كثيرا من الضوء على شعره، بمعنى أنه حاله حال أبي نواس. نعم. سيرة أبي نواس تركت أثرا كبيرا في جذب الانتباه إلى شعره، ومثله المتنبي. نعم. وكثير من الشعراء سيرتهم تسهم بتسليط الضوء عليهم أو بشهرتهم، فضلا عن أن هذه السيرة هي من تغذي نتاجهم الأدبي. فيوسف الصائغ باللمحات السيرية التي ذكرها الدكتور سالم وذات المرجعيات الدينية والعقائدية على المستوى السياسي وتقلباته السياسية وحتى على المستويات الاجتماعية والنفسية، كل هذه الأمور أسهمت في تشكيل نتاجه، وأسهمت أيضا في تكوين شخصية مركبة نفسيا بشكل معقد جدا، بحيث لم يستوعبها جنس أدبي واحد، فتعبر من جنس أدبي إلى جنس أدبي آخر، من القصيدة إلى الرواية إلى المسرح وإلى المقال. ولكل واحدة من هذه الأصناف التي كتب فيها يوسف الصائغ خصائص وسمات، ولكن هناك مشتركات بين كل هذه الأجناس، وفي مقدمتها الأثر الديني أو الأثر المسيحي الديني في نتاجه، فضلاً عن الجوانب النفسية أيضاً تركت أثراً، يعني تجده أقرب إلى الشخصية التشاؤمية أو السوداوية. نعم. خاصة في كتابه مثلاً قصائد البلبل الأسود، في ديوانه سيدة التفاحات الأربع. سيدة التفاحات. نعم. الأربع، هذا من أهم الدواوين. نعم. كما صحيح يعني. فهذه أربع. المؤثرات النفسية والدينية، أما يعني ظاهرة كثيراً في شعره، ولكن مرات ليست بوضوح، يعني أحياناً تجد رموز لديه دينية، رموز لا علاقة بالطقوس المسيحية في كثير من القصائد، حتى رمز الماء يستخدمه بكثرة، ورمز الماء تعرف يعني في الحياة والخبز. نعم. والمسيح عليه السلام والصليب وحتى المسميات، لديه قصيدة عن مريم. عندما نقول المسيح. نعم. والصليب وكذا، هذا شعراء يعني رواد الشعر. نعم. الحر يعني أو التفعيلة كلهم استخدموا هذه، هم يعني نعم استخدموها، شاذل صحيح، الآخرون استخدموها. نعم. مستوردة، يوسف الصائغ لم يستوردها، هو نشأ عليها. هذا الفرق، هذا الفرق الكبير الفرق. فشوف. نعم. يعني ثانيا يوسف الصائغ من الجيل، ليس من جيل الرواد، يعني ما وظف هذه الرموز كما وظفوها. نعم. لأبعاد أسطورية أو سياسية أو تاريخية إلى آخره، وإنسانية كانت ترد عنده يعني أقرب إلى التلقائية والشكل الطبيعي. نعم. نرجع إلى الأجناس التي كتب فيها يوسف الصائغ، ولكل منها خصائص. يعني إذا رجعنا إلى الشعر، يوسف الصائغ كتب القصيدة الطويلة والمطولات، وكتب القصيدة القصيرة جدا وتميز بها،
في القصيدة القصيرة خاصة في ديوانيه سيدة تفاحة الأربع، نعم، وقصائد البلبل الأسود، يعني كتب قصائد قصيرة جميلة جدا، وأسهم بالتأسيس لهذا الشكل الشعري الذي ربما يعني لا يجيده أي شاعر لأنه موجز ومكثف. وعلى المستوى اللغة كان يستخدم لغة أيضا معتدلة ليست معجمية، ولكن لغة فيها من الشعرية الشفافة والترميز الشفاف، بحيث أنه المتلقي يعني ليس النخبوي حصرا يستوعب مثل هذه النصوص، وإنما حتى المتلقي الذي هو يعني من غير النخبة يمكن أن يتفاعل معها. والجانب السردي في هذه القصائد واضح جدا. يوسف الصايغ شاعر أو يكتب قصيدة ذات نزعة سردية، نعم، والنزعة السردية أيضا لها صلة بالاعتراف والبوح، لأنه أنا أريد أن أتحدث فأميل إلى السرد، أكيد، فهذا الملمح موجود في قصائدي الطويلة وحتى القصيرة التي بعض منها يقرب القصة القصيرة جدا. يعني مشهد في سيدة التفاحات عندما يقول أنه ماتت ثم ضحكت، نعم، ويسأل يتساءل نعم. هل وجدتم أنه في هذا في نعم في هذا الديوان في بعد أن يموت، في هذا الديوان بالتحديد ما يدعم ما ذكرته من ارتباط سيرة يوسف الصايغ بشعره، أنه هذا الديوان أغلب القصائد كتبت عن زوجته التي توفيت في حادث خارج العراق. هذا الديوان نعم. مخصص كان لزوجته، نعم. وهذه المسألة حتى يعني صار جدل عليها كثير في الكتاب السيري الجديد الذي صدر عن يوسف الصايغ. أنا حقيقة أفضل أن أقرأ يوسف الصايغ بعيدا عن سيرته، بعيدا عن نعم سيرته. كأني أقرأه بنيويا، حتى تفسح مجال لك للتحويل حتى لا حتى لا أجعل هذه السيرة مؤثرة في التلقي لدي، نعم، لأنه هذه السيرة يعني لم تكن مضيئة في كل محطاتها، لديه يعني محطات معتمة، نعم، يوسف الصايغ، وربما يعني مثيرة جدا، نعم، للجدل والاعتراض عليها، نعم، ولهذا أفضل أن أقرأ يوسف الصايغ قراءة أقرب للبنيوية وأستمتع بما أنجز فنيا وجماليا، نعم. وإذا تركنا شعر يوسف الصايغ وجئنا إلى الرواية، فيوسف الصايغ يعني لديه رواية اللعبة المعروفة، ولديه يعني مشغل سردي فيها ممتع جدا، وفيها جانب نفسي ينسجم مع شخصية يوسف الصايغ في هذا التناقض أو الازدواجية بين شخصية الدكتور رافع بطل الرواية وزوجته غادة، وهذه الازدواجية التي يعيشها ما بين شخصيتين، هذا أقرب لشخصية يوسف الصايغ الذي لديه هذا الملمح الازدواجي المركب في شخصيته. وإن جئنا إلى المسرح أيضا يوسف الصايغ أبدع فيه بمسرحيات يعني نالت شهرة كبيرة، والطابع الدرامي اللي في المسرح أيضا موجود في نصوص يوسف الصايغ، يعني من حوار من صراع هناك ثمة ترابط ما بين كان يعني ما بين الروايات التي كتبها وما بين المسرح الذي كتبه. مثل يوسف الصايغ عندما يكتب لا يكتب بمعزل عن هذه المؤثرات، نعم، يعني هو عندما يكتب مسرحية سيحضر شاء أم أبى بوعي أو لا وعي المؤثر السردي من الرواية والقصة والمؤثر الشعري وحتى المؤثر التشكيلي، كل هذه تحضر و يعني تشكل نصوص مركبة عند يوسف الصايغ. ديوان يوسف الصايغ قصائد اللي جمع فيه أكثر من ديوان، نعم، فيه رسومات ليوسف الصايغ، أحيانا الرسومات معبرة أو مؤثرة في المتلقي أكثر من النص، وأحيانا النص مؤثر أكثر من الرسوم، وأحيانا الرسم أو اللوحة المصاحبة للنصوص تعطي دلالة غير التي يريدها النص، فتخلق نوع من التفاعل الجمالي المركب ما بين الصورة وما بين اللغة وما بين الإيقاع. لو عدنا إلى المجموعة الأولى التي اشترك فيها، نعم، وهي قصائد ممنوعة من قصائد غير صالحة للنشر، غير صالحة، نعم،
هو وشاذل وكان مجموعة هاشم طعام. أظن أني أنا قناعتي عندما أقرأ سيرة هذا الرجل عناوين قصائد يوسف صاير، لا أقول لربما هو من اختار هذا العنوان لهذه المجموعة عندما كانوا في رواد الأدب الحياة عند ذلك تجمع. نعم نعم. عند ذلك يوسف الصايغ من بداية حياته يعني كان يميل إلى التجمع، إلى شيء أن يظهر نفسه، إلى كذا. فالعنوان قصائد غير صالحة للنشر لربما قناعتي أنا تأويلي عندما أقرأ تاريخ يوسف الصايغ، شعر يوسف الصايغ، أقول لربما هو من اختار هذا العنوان واقتنع به شاذل ومن كان معه. نعم. والرأي هذا يقبل الصواب ويقبل الخطأ. نعم. والحقيقة لا نعرف، لأنه لم يؤرخ لنا أو لم ترد لنا رواية من وضع هذا العنوان. هو العفو. نعم. دكتور، يعني قضية أو قبل أن نخوض في هذا الأمر، يعني أنا قد لا أتفق مع الدكتور أحمد في أن أتناول نتاج يوسف الصايغ بمعزل عنه. دكتور، هو كل نتاج هو وليد ذاكرة، لا يمكن أن يولد نص من ذاكرة مصفرة بتاتا. أكيد أكيد. وهذه الذاكرة لا شعرا ولا نثرا، هذه الذاكرة هي وليد التراكمات، خبرات حياتية، خبرات إنسانية، خبرات وجودية، حتى رؤية في الواقع والحياة ورؤية في الذات حتى. فكيف أعزل، كيف أعزل؟ يعني البنيوية أثبتت فشلها عندما أعلنت عن موت المؤلف. المؤلف هو سيد. دكتور سالم، عذرا للتقاطع، يعني أنا لربما أنا أجاب عن دكتور أحمد ولكن هو سيجيب. هو عند يريد عندما يقرأ أن يكون متعررا. لا أنا العفو، يعني ما أقصد، أنا ما كنت أقصد أنه. نعم. بالمعنى الحرفي للبنيوية. نعم. أنا كان لي مقصد آخر. نعم. وهو أنه يوسف الصايغ شاعر صاحب سيرة فيها إشكاليات عديدة. نعم. لا سيما ما يعني ما له صلة بماضيه القديم. نعم. في الموصل تحديدا. نعم. في الموصل تحديدا، وصلة أيضا بتقلباته السياسية. نعم. فمثل هذه الأمور إذا أدع لها المجال التداخل، لأنظر من خلالها إلى شعره، ربما سيعني أوقع الضرر بشعر يوسف الصايغ، لأنه سأرغم هذه النصوص على التأويل المرتبط بهذه المرجعيات السياسية والفكرية والاجتماعية الأخيرة. يعني دكتور أحمد، شوف، يعني إحنا في ثقافة ودليل كلامي هذا في ثقافتنا العراقية الحالية الآن، يوسف الصايغ لو ينظر إليه كشاعر أو شاعراً فقط هو شاعر. صح. ولا أحد يختلف على أنه شاعر كبير ومبهر. أكيد أكيد. ولكن هذه الثقافة كيف تنظر إلى يوسف الصايغ؟ يوسف الصايغ تنظر إليه هذه الثقافة وتصنفه على اتجاه سياسي معين، ولذلك ركنته في الظل. صحيح. تمام. ولذلك ركنته في الظل. ولهذا إذا أردنا أن ننقذ يوسف الصايغ من الظل ونعيده إلى الضوء، ننظر إلى ما قدمه من شعر كشعر فقط. صح دكتور. نعم. أنا ومن هذه الزاوية دكتور، من هذه الزاوية أنا أوافق الدكتور. نعم. أحمد، هذا من هذه الزاوية. أنا فهمت هذا الهدف الذي يعني أو المقصد. نعم. الذي أنا يعني. نعم. يوسف الصايغ. نعم. أستله من المرجعيات وأنظر إليه كشاعر. شاعر. صح صح. وإلا صح. أنا إذا أتعامل بالمرجعيات لا أقرأ. صح. أبانواس ولا أقرأ لشاذ الطاقة ولا أقرأ لسين وصار. نحن في النهاية، نحن في النهاية نبحث عن الجمال. نعم. القيمة الجمالية في النص. نعم. القيمة الجمالية في النص عندما يوظفها المبدع في نصه، هو لا يوظفها جزافا، هي فلذة كبده. طبعا هذه الرؤية. أكيد. هي فلذة كبد المبدع، وفلذة كبده هي تحمل، قد تحمل مآسي، قد تحمل إشكالات، قد تحمل تناقضات، قد تحمل رؤى مختلفة، ولكن. نعم. هو هذا الجميل، هو هذا الجميل. أنا الآن لو جئت وتعاملت مع نتاج يوسف الصايغ على وفق المنظور التأويلي، أنا لابد
من أن أقرأ سيرة يوسف الصائغ. أكيد. لماذا؟ لأن كثير من الإشارات التي تبث في داخل النصوص هي مرتبطة بجزء من الاعتراف الأخير. أكيد. هو أفصح عن كل ما أرى قاله ضمنا. نعم، لأن سمع هو حد هو قابل سمع الانتقادات. هو قابل أن يقرأ بأكثر من منهج. صح. يعني إذا قرأنا وفق المنهج التاريخي النفسي الاجتماعي، نعم السيرة لابد أن تحضر، وإذا قرأناه وفق المناهج الحديثة ما بالضرورة أحيانا تحضر كل السيرة. صح. إذا قرأ قراءة بنيوية ما لي علاقة بالسيرة. نعم. ولكن هذا لا يقلل من شأن الإبداع. أنا في حالات أجمع ما بين حتى الوظيفي والإبداعي. نعم. لو أخذ يوسف الصائغ هو شد عين مدير عام دائرة السينما والمسرح. نعم. وإذا تجي أنت إلى مشغل يوسف الصائغ في هذا المجال، المسرح والسينما، اشتغل على هذا. نعم. المجال حتى السينما اشتغل عليها. نعم. يعني لا انسى دكتور اول تعيينه العفو. نعم. هو مدرس لغه عربيه. مدرس لغه عربيه. الاشكاليه الكبرى، نحن الان ما زلنا نعيش بثقافه عربيه، ثقافتنا العربيه ما زالت تنظر على انه ما كتب في النص هو صدى للواقع او هو واقع، بينما يفترض انه نفهم انه ما يكتب هو عالم من كلمات، عالم من كلمات. نعم. ومن خيال ومن مجاز، ويجب أن لا نحاسب أو نحاكم الشاعر على المجاز. ثقافتنا العربية ما زالت تفعل بهذا، ولهذا يوسف الصائغ يعني هو في الظل بسبب هذه الرؤية. لو أن نتعامل معاه فقط بوصفه شاعرا لا، تختلف الأمور. وبالمناسبة احنا يعني حتى نتجاوز هذه المحطة اللي ذكرناها، أشير إلى أنه يوسف الصائغ مثقف ثقافة واسعة موسوعية. صحيح. لأن من يتنقل بين هذه الفنون يحتاج ثقافة. أكيد هذا الشيء. والجميل في هذا الأمر أنه عندما يمارس أي واحد من هذه الفنون فإنه يبدع فيها. يعني لا تجد لديه مثلا الشعر أقل مستوى من المسرح. نعم. نعم. لا والمسرح أقل من الرواية، أو المقال في ألف باء لديه كان عمود. حتى في قصائدي ما بين. نعم. الطويلة المطولات وما بين القصيرة. بعضهم يعترض مرات، بعضهم يعترض على أنه الأديب يمارس أكثر من فن ويقول أنه سيتشتت، لكن أمثال يوسف الصائغ ما تشتتوا، يعني أبدع في كل مجال كتب فيه. نعم. وهذا شيء يعني يحسب له فنيا، ولا يجيد هذا الأمر أي لاعب في هذا المجال الأدبي. يعني. وإنما لاعب ماهر ويمتلك ثقافة موسوعية، وهذا ينعكس حتى على النصوص. لديه قصيدة النخلة القتيل. عندما عن النخلة في حرب العراقية الإيرانية. نعم. النخلة في الفاو وقد امتلأت بالشظايا وتطاير السعف منها، احترقت. هذه القصيدة تقرأها قراءة عادية، لكن من تتأمل بها تكتشف أنه هو يحاكي لوحة لجواد سليم اسمها الشجرة القتيلة. تكتشف هذا الأمر، وهذا ما يعني أشار. هذا شيء رائع. نعم. يعني التفاتة الحقيقة. نعم. جدا جميلة هذه. هنا ندخل بتناصات، تناص بين الشعر وبين اللوحة. نعم. وما الذي أخذه وهو تشكيلي. نعم. تشكيلي، يعني هو عاد رسم شجرة جواد سليم بهيئة نخلة بالكلمات، بالنخل وبالكلمات. بالكلمات. نعم. وضع صورة تخطيط. نعم. بيده للنخيل، للنخلة القتيلة، تتناص تشكيليا مع لوحة جواد سليم التي رسمها عندما خرج ذا الصباح وشاف أنه شجرة يقطعوها العمال البلدية لأنه. نعم. ماتت. نعم. أو يعني تأثر بهذا المشهد ورجع رسم لوحة تخطيط. نعم. بهذا الشكل. يوسف الصائغ تأثر بهذه اللوحة، وعندما رأى هذه الشجرة في الفاو بالحرب العراقية الإيرانية كتب عنها. نعم. الحقيقة لدينا فاصل قصير، فأستميحكم عذرا ثم نعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود مع ضيوفنا الأعزاء.
أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء، نعود مرة أخرى. دكتور سالم، أنت أيضا كما قرأ أحمد جار الله النتاج الإبداعي ليوسف الصايغ، أنت اطلعت عليه. وجهة نظرك، وهو قد جمع بين الشعر والرواية والمسرح والمقالة والفن التشكيلي. نعم يعني انطباعاتك ورأيك. نعم دكتور فارس، فيما يتعلق بهذا التساؤل مهم جدا يعني، ولكن لنضع في أذهاننا أن هذا الأمر لا يستطيعه إلا من كانت له يد طولة في الإبداع، الإبداع بصفة عامة. نعم. لهذا يوسف الصايغ مثقف ثقافة كبيرة جدا، وهذه الثقافة لها جذورها الأولى التي تمثلت بمنشئه في عائلته، وإن كانت دينية إلا أنها مثقفة جدا. والمنشأ الثاني هو الفكر الشيوعي. نعم. الفكر الشيوعي يفتح أفق كبير للإنسان، يريده أن يكون مثقف. لهذا الفكر، الإنسان الذي يتبنى مثل هذه الأفكار يكون مثقفا وواعيا جدا. ويوسف الصايغ اكتسب الثقافة من هذين المجالين أو هذين الرافدين، رافد الأسرة المثقفة ورافد الحزب الشيوعي الذي كان ينتمي إليه وكان يدافع عنه في الأساس. نعم. وكان يتبنى مبادئه. ولا ننسى أن مثل هكذا إنسان يستطيع أن يعبر عن ما يريده بأشكال مختلفة. لهذا جاء التنوع، التنوع الذي وجدناه في نتاج يوسف الصايغ بين الشعر والرواية والمسرح والسينما، وحتى إنه كان رساما، فضلا عن كثير من الخواطر التي كتبها. بل يعد يوسف الصايغ ملك الخاطرة العراقية في القرن العشرين، حتى إن الكثير من خواطره نشرت في الدوريات في الجرائد والمجلات العراقية التي كانت تصدر آنذاك. فيوسف الصايغ ترك لنا إرثا إبداعيا كبيرا لا يستهان به. يوسف الصايغ إذا وضعناه في مصاف الأدباء هو يقف في مصاف المتنبي وأبي تمام وأبي نواس وبشار، إلى أن نصل في الجانب الإبداعي إلى جيل الرواد، نازك الملائكة وبدر شاكر السياب من العراقيين، فضلا عن العرب من الشعراء محمود درويش ونزار قباني، وهو ينتمي إلى جيل نزار قباني أصلا. هناك ملاحظة لربما يعني تكون امتداد إلى السبعينات، بداية السبعينات يوسف الصايغ انتقل من الفكر الشيوعي إلى الفكر القومي. نعم. بغض النظر عن المسميات. نعم. ونلاحظ بأنه سخر الفكر القومي أيضا أو الأفكار القومية في شعره. نعم. يعني ما نقدر نقول بأنه يوسف الصايغ أن الفكر الشيوعي صنع يوسف الصايغ لوحده، وإنما هناك منعطف آخر، وهو المنعطف الذي يعني المدة الزمنية التي عاش في هذا المنعطف الأخير القومي كانت أطول. على فكرة دكتور، يعني هي قضية المشترك الذي يجمع بين الحزب الشيوعي وحزب البعث هي الاشتراكية. نعم. هذه الاشتراكية جمعت، لهذا لا تجد فوارق كبيرة بين المبادئ في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه. نعم. لهذا لا تجد أنه التحول من اتجاه إلى اتجاه آخر مقارب له أو فيه مشتركات، تجد اختلاف كبير. وكما قلت لك يعني الإنسان الذي هو لا منتمي في ذاته لا يجد فرق. إذن في أن إذن يعيش. أنا أقول في كل حياته كان لا منتمي. ودكتور يعني الجميل أن الأدباء هو تثقف وتنوع في الثقافة، ولكنه له خصوصيته. ومن هذا اللا منتمي أن الأدباء العراقيون أغلبهم ماتوا خارج بلادهم ودفنوا خارج بلادهم،
يعني تعتقد ايضا يشتركون معاه باللا انتماء؟ هذا لا انتماء، لان كثير من الناس، كثير من الناس الادباء اوصوا بان لا يدفن الا في المكان الذي يريده. نعم دكتور، انا اعلق على هذه المساله بانه من اكبر اخطاء المبدع ان ينتمي لاي اتجاه معين سياسي او فكري. يفترض ان لا ينتمي الا لابداعه حتى لا يتقيد، حتى يبقى حرا ولا يصنف هنا او هناك في ثقافه ما تزال تعتمد مثل هذه التصنيفات وتنسى الابداع. ولهذا يعني ارى انه الافضل للمبدع هو هذا الانتماء للابداع فقط. الانتماءات السياسيه اضرت بكثير من الشعراء احيانا، لانها تجيرهم مرات ربما يعني للاتجاه الذي ينتمون اليه. احيانا خصومهم ينظرون اليهم نظره وفق منظور سياسي وليس ابداعي، صح، وهكذا يدخل في لعبه لا تنتهي او في حلقه لا تنتهي من التقلبات، من المواقف، من لكن هو يعني جاء في جيل عاش مثل هذه الأجواء من اتجاهات يسارية واتجاهات قومية وعروبية، يعني أي فترة الستينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات، فترة فيها من الضغط الكبير على المبدع أنه ينتمي إلى هذا الاتجاه أو ذاك، أو بل أنه بعضهم أحيانا يعني كان يجد اللانتماء هو مثلبة أو يعني مسألة معيبة. نعم. مع أنه في الغرب ظهرت فكرة اللانتماء عند الوجوديين وعند يعني ذكرى كولون ويلسون وغيره، بينما بالعالم العربي كان الانتماء يعني للمثقف يعتبر لا مفر منه في تلك الفترة التي تعرضوا منها يعني للضغوط التاريخية والسياسية والفكرية. مع ذلك هناك من لا يعني انزوى أو انعزل أو آثر طيب أنه يبقى حرا، يعني هناك من الشعراء من تركوا البلاد وعاشوا بحرية إبداعية، لا أحد يجبرهم ولا أحد يوجههم ولا أحد يجيرهم لصالحهم. هل تعتقد أن، أو كلاكما يعني ضيوفي الأعزاء، هل تعتقدان أن يوسف الصائغ عاش محنة أم محن؟ دكتور يعني محنة خاصة أم محن إنسانية؟ أو هو دكتور المحنة الخاصة هي جزء من الواقع. نعم. إذا كانت خاصة، والمحنة العامة هي تنعكس على كل فرد في دائرة المحيط الذي يعيش فيه. نعم. لهذا أنا أؤيد دكتور أحمد في قضية الانتماء. الانتماء يعني الالتزام، والالتزام يعني القيد، والقيد يحد حدود الإبداع. لهذا يعني ربما تحول يوسف الصائغ من جهة إلى جهة كان تحولا شكليا وليس التزاما وليس انتماء، ليس انتماء، هو ينتمي للإنسانية، لهذا أبدع. أما الذين كانوا في دائرة الالتزام المحض لم يبدعوا، بقوا في دائرة واحدة، ولكنهم عندما كسروا هذا القيد أبدعوا. لهذا على الإنسان أن يكون لا منتميا ويكون وطنه الكلمة، الكلمة هي الوطن، ولكن الإبداع هو الوطن. عندما تقرأ يوسف الصائغ تجد أن هناك المحنة العراقية، المحنة الفلسطينية القومية، وتجد المحنة الإنسانية. يعني عاشها. نعم. وترجم لها دكتور أحمد. نعم. هذا 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 أصداء مثل هذه القضايا من يعني من الطبيعي أن تحضر في نصوص شاعر عاش مثل هذه الظروف وعاشها أيضا آخرون، لكن هو ما يعني ما تعكس كثيرا عليها في قصائده الجيدة، ما تعكس على القضية ونبل القضية، بمعنى أنه نعم يعني ليس مثلاً شاعر قضية، لا مثلا موت الزوجة كان نعم. قضية زوجة وحبيبة هي كانت بالنسبة إليه. نعم. كانت قضية كبيرة جدا
أدخلته في دوامة نفسية. أنا أعتقد يعني هذه القضية، هذه القضية الأكبر كانت في حياتي، هذه قضية نبيلة. هذا الشعور بالحزن والعزلة والخيبة بعد هذا الخسران، لكن هو ما تعكز عليها. لما كتب قصائد عن هذه المحنة، قصائده القصيرة، أبدع فيها، ما تعكز على أو يعني استقطب استعطاف القارئ أو جذب الجمهور لأنه الحبيبة ماتت، فنوعا ما. وكذلك في قصيدتي الطويلة التي فيها إشارات إلى يعني تناص مع رياح بني مازن وكذا، تناص كبير جدا، وعنده كثير من يعني النصوص اللي علاقة بالحرب العراقية الإيرانية. نعم، فيها نصوص إذا نظرت إليها بمعزل عن القضية. يعني ما ممكن أنا أعزلها. لا، هو دكتور العفو، هي نعم. القضية العراقية أو القضية الفلسطينية هي بالأساس قضايا إنسانية يعني. نعم، يعني هو كان ينظر من منظور الخاص اتجاه عام، حتى من منظور الزوجة. هي زوجة حبيبة ولها مكانة كبيرة في قلبه، لكن عندما كتب هذه القصائد هو لم يكتبها لذاتها فقط، وإنما انطلق منها بوصفها الإشعاع الذي يمتد إلى الإنسانية. وأغلب قصائده أشبه بالكوابيس، يعني جو الكابوس موجود في قصائد يوسف الصايغ. العزلة، حتى نعم، كرسي كرسي خشبي منسي خلف الباب، يعني نعم هذه القصيدة. أو خمسة أشخاص ركبوا في الباص، الأول نزل قرب الميدان، الثاني قرب كنيسة أم الأحزان، الثالث والرابع قرب الجامعة، الخامس ظل وحده في الباص يدور من دوني. خلاص يعني قصائد أشبه بالكابوس اللي تتكلم عن إنسان يعيش العزلة، برموز حضور رموز الكرسي المهجور، الغراب، خيط النمل الذي يمتد قرب السرير، سيارة الإسعاف التي الزوجة التي تستيقظ من الموت وتعود، الجثة التي كتب عن الجثة، عن ما تتركه الحبيبة بعد رحيلها في قصيدته لماذا، التي يتحدث فيها عن الموت من زاوية الحياة، يتحدث عن 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 رجل يعود إلى البيت فيجد المنضدة فوق المزهرية والنافذة مفتوحة والحديقة مسخية، وكلها توحي لك بحياة، ولكن في الأخير ويقول كنا نذهب سوية وننام سوية ونأكل سوية، ولكن في النهاية يسأل ليلة أمس نمتي قبلي مثلا لماذا؟ لأنها ماتت. ف رسم لك صورة الحزن، رسم لك صورة الموت لكن من نافذة الحياة. نعم، وهذا الأسلوب جعله يختل، هذه حداثة في الرؤية، وتركت أثر بالأسلوب، لأنه البارودي أيضا زوجته توفت، لكنه من المطلع يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي. الرثاء التقليدي. نعم، بمعنى أنه من أول بيت أعرف أن الزوجة توفت، بينما قصيدة يوسف الصايغ هذه لم تكن تقليدية. لا، يتحدث عن حياة، وبالأخير تكتشف يتحدث عن امرأة ميتة. الرؤية اختلفت، رؤية الشاعر. إذن ليست قصيدة تقليدية. لا لا لا، غير تقليدية. غير تقليدية. نعم، يعني أكو الرثاء، الرثاء تقليدي. يعني الجانب الإيقاعي يكون خافت، هناك الجانب الصوتي عالي. هنا القضية معروفة من أول بيت، والقارئ يعني يعرف إنه زوجها توفت. أما هناك لا، يخدعك فنياً، يخدعك فنياً، يتكلم لك عن حياة في بيت كامل. وحديقة مسخية دليل على الحياة، والزهور على المنضدة دليل الحياة، والذهاب والأكل والجلوس معا مع هذه الحبيبة، وبالأخير يسأل سؤال واحد فقط، ليلة أمس نمتي قبلي لماذا؟ لأنها ماتت. وهذه من قصائد الكتابة عن هذه الحبيبة. الحقيقة قبل أن ننهي هذه الحلقة لابد من يعني التفاتة أن الشاعر يوسف الصائغ كتب عنه الكثير، ولكنه أيضا كتب عن مجمل تناقضاته. نعم، مجمل الجدل. ولكن نتمنى على الدارسين والمعنيين من الأدباء والنقاد أن يدرسوا يوسف الصائغ حسب إبداعه. يعني هناك من درس الشخصية في روايات يوسف الصايغ، هناك من درس نريد أن
تكون الدراسات جادة ودراسات مستفيضة، لأننا بحاجة إلى قراءة يوسف الصائغ من جديد، ولربما تشاطروني الرأي في هذا. يوسف الصائغ لم يأخذ حقه بعد كما أخذ الكثير من الأدباء والشعراء يعني حظهم في الدراسة. يوسف الصائغ دكتور ربما لم يأخذ حظه في الدراسات، ولكنه شاعر عظيم وكاتب عظيم، ترك إرثا كلما قرأته ازددت تعلقا به. نعم كلما نعم. قرأته، وهذا هذا هذه صفة الأدب الخالد. نعم، ولكن ربما انعكاس الوضع العام، الثقافة الضحلة التي نعم. أبعدت الكثيرين عن قراءة مثل هؤلاء الشعراء العظماء الذين تخلفوا لنا إرثا عظيما. فيوسف الصائغ كلماته وطن، جميل، وإبداعه وطن، حلو، فهو جميل. كان هذا كان يهرب جميلة. كان يهرب من وطن إلى وطن. نعم. وكان يجد في تنوعه أوطان. نعم. نعم، هو يعني أنا أقول إنه نعم هو أخذ حقا يعني واسعا من الدراسة حقيقة، لأن كثير هناك دراسات عنه، وأخذ حقا حتى من الحياة، يعني نصيبه من الجميل نعم. من الحياة. نعم, نعم. ولكن الشعر يبقى يعني يبقى قابلا لأن يقرأ من زوايا أخرى. نعم. نعم، من زوايا أخرى يمكن أن يقرأ شعر يوسف الصائغ. نعم. وإلا الدرس النقدي العراقي يعني اهتم بشعره سابقا، وحتى الآن هناك يعني من يعني درس يوسف الصائغ، لكن يبقى شعر يوسف الصائغ يمكن أن يقرأ من جديد، نتمنى أن نرى بمناهج جديدة أو نقرأ دراسات جديدة تعطي لهذا المبدع الخالد حقه الذي قرأنا. في ختام هذه الحلقة باسمي وباسم كادر الموصلية لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لضيفي العزيز الأستاذ الدكتور سالم محمد ذنون، شكرا جزيلا، والأستاذ الدكتور شكرا أحمد دكتور. جار شكرا دكتور. شاعران وناقدان كاتبان. يعني بالمناسبة يوسف الصائغ أيضا ناقد، لأنه نعم لديه رسالة ماجستير نعم على الشعر العراق الحرف العراق قلت الأكاديمي. نعم، هو أكد نعم على هذا الجانب. فشكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. أعزائي المشاهدين، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، متمنيا أن تكونوا قد أسعدتم بهذه الحلقة المباركة في واحة علم خالد، هو الشاعر والناقد والكاتب والمسرحي والروائي يوسف الصائغ. شكرا لضيوفي الأعزاء، وشكرا لكم لحسن إصغائكم ومشاهدتكم هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.